بص طبعا هي احداث المباراه الاهلي في يعني كان لازم يخلص المباراه من بدري من الشوط الاول. في هدفين ضايعين بنسبه 100%، هدف لمجدي قفشه وهدف لمروان كورتين. وانا برضو يعني كويس ان حضرتك عشان برضو يعني ندي حق محمد بسام. محمد بسام انا بعتبره عايز اتكلم عنه بعتبره من نجوم المباراه. يعني عشان طبعا احنا الشناوي طبعا واداء الشناوي كده، فدايما احنا روحنا للشناوي بس نسينا ان محمد بسام في المباراه دي وشال 3 اهداف، هدفين من مروان وهدف لمجدي قفشه، زائد انه صد ضربه جزاء في الضربات الترجيحيه وفي واحده جت في القائم. الشناوي طبعا صد واحده طبعا. وفي 2 جون في القائم. فعايز اقول ان الماتش دايما المباريات اللي زي دي يا استاذه سهام لازم تخلص من بدري. يعني مروان في الشوط الاول كان ممكن يجيب هدف، او مجدي قفشه اتاخرت جبنا جون في الشوط الثاني برضه جه لمروان واحده والنتيجه بقت 1-0. الانفراد اللي طلعها بسام برجليه كانت ممكن تبقى 2-0 والمباراه تتقتل من بدري. مباراه الكاس كده يعني احنا يعني بقى لنا فتره كبيره الكاس ده بالذات يعني الدنيا بالنسبه لنا بتبقى صعبه قوي. انا فاكر المباراه اللي احنا خدناها مثلا الكاس 2016 مع المصري، احنا كنا خسرانين 1-0 وكسبنا المباراه في الوقت الضايع. يعني جبنا جون بتاع حضرتك فاكر عمرو جمال وبعدين احمد فتحي اللي عملها شيب فوق الحارس وكسبنا. فالمباراه دي كانت بتبقى دايما مباراه صعبه، زائد ان الاهلي كمان خارج بقى من معاناه طويله قوي مع الزمالك ومجهود بدني كبير جدا ويعني وضغوط كتير قوي. وبعدين الاهلي برده قبل الماتش بيومين برده كان اعلاميا برده كانت اللعيبه عايزه تفك بقى شويه. صح. فرحانين طبعا هيفرح امتى؟ ما هو الاهلي هيفرح امتى يا جماعه؟ البطوله افريقيا دي كانت بطوله غاليه قوي. صح. طب هيخلصوا البطوله وبعدين يقعدوا تاني برده في كات تاني عشان يلعبوا يوم الجمعه يوم الجمعه اللي بعدها بعدها ب3 ايام او ب4 ايام. فاللعيبه برده شويه كان شويه برده ايه زائد الضغوط اللي عليهم زائد المجهود البدني اللي بذل طول الموسم مجهود كبير جدا فكانوا محتاجين. فعشان كده المباراه اتصعبت شويه. انما كل الاحترام للفريق طلع الجيش عملوا مباراه كبيره جدا جدا طبعا كابتن طارق العشري طبعا. والمباراه ما كانتش سهله. طب. انما في النهايه هي المباراه في النهايه اتحسمت